الكل ماخذ فكره بان الغذاء الحيوان لا يؤثر على جوده لحم اللحم او اي شيء، لا يؤثر. اذا استخدم صاحب الماده الغذائيه والتاجر الكميه الفيتامينات المعادن العناصر المهمه لتغذيه الابقار المواشي، هذا يؤثر على جوده لحمها، قد يكون غير طري وقد يكون صلب وجودته جدا مؤثره. ومثال على ذلك في تجارب أقامت بأن عند تغذية أو إعطاء مواد معينة وعدت الليمت للمادة مثلاً فيتامين دي للأبقار عشان ينتج حليب عالي الفيتامينات دي، هذا إذا حط هذه الكمية كانت جداً كبيرة يؤثر على جودة الحليب، وهذا كثرة الفيتامينات إذا عدت الليمت في جسم الإنسان يسبب تسمم، عكس إذا كانت قليلة يسبب نقص في المادة الغذائية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التربة، الأعشاب اللي تعطى للحيوانات قد يكون ما متعاملين معها بطريقة صحيحة، ما تم تنظيفها بطريقة صحيحة، ما تتبعوا نظام الهسب اللي هي من نقطة الحرجة إلى نهايتها، فمتبقيات المبيدات قد تكون موجودة في الأعشاب وتأتي الأبقار وتستهلكها، وتكون نسبة المبيدات قد تكون موجودة في لحوم المواشي. هذه من ناحية التلوث الكيميائي. من ناحية التلوث البكتيري، بعض الحيوانات أثناء ذبحها خلقياً أو أثناء استهلاكها لمادة غذائية كانت فيها بكتيريا، تنمو البكتيريا هذه في أمعاء الأبقار وتسمى إيكولاي 0157، هذه جدا خطيرة، وعدة تجارب أقامت تم أخذ عينات للحوم وكشفنا بوجود إيكولاي 0157 بكثرة، وهذا دليل على أنها متواجدة في أمعاء بعض أمعاء المواشي. من ناحية استهلاك المادة الغذائية منهم يحصل له بعض الأعراض مثل الإسهال وغيرها من الشخص لما يعاني من هذه الأعراض يفكر حاليا مباشرة أنه هو سببه التسمم الغذائي، وإنما قد يكون سببه ممكن مش التسمم الغذائي، هي يتعرض الإنسان لمادة حساسية، أنه هو قد يكون معرض لحساسية وهو لا داري بهذه المعلومة، مثل اللاكتوز، حساسية المكسرات، حساسية السمك، وكذلك الحليب، فهو يتأثر. فإن بعض المرات لما يغادر أو يسافر لدولة أخرى بعض الحقائق التغذوية قد تكون مش مترجمة في بعض من الدول الأوروبية، فهو يكون له قلة وعي في القراءة فيستهلك هذه المادة وقد يصاب بإسهال وغيرها من الأعراض، أو أنه قد يكون فيها تسمم الغذائي. فهو هذا لا يعتمد على كل مادة غذائية تأثر في جسم الإنسان، إنما يعتمد كيف وعي المستهلك لهذه المادة وكيف يتعامل معها.